إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر كساء السلطة المطلقة تطلق الشتائم، وعلى أهل السياكة تحاك الجرائم. سيد سمير، هو الحقيقة أصعب تحدي عنا حاليا على الناس كل، مش على المحامين فقط، هو أن نجد الكلام المناسب لتوصيف الوضع الحالي. تصور أنه ما يسمى بجرائم بين ظفرين الأقوال، يعني التصريحات والتدوينات والمقابلات، كنا نقول أنه ما يلزمش تعدى على المجال الجزائية ولا مجال صحافته، ولا المرسوم 115. من بعد جاء المرسوم 54 سيء الذكر. تو المرسوم 54 ولا ما عادش كافي. الأستاذ نور الدين البحيري على تصريح قام به في تحرك مؤرخ في 8 جانفي نظمته جبهة الخلاص، يلقى روحه محال بفصل شدر واحكم ينص على ما يلي: يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض باستعمال السلاح وبث الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. يعني مؤامرة يقوم بها شخص واحد، هيئة الدولة يبدلها شخص واحد. علاش هكا نعملوا في بلادنا؟ معناها ثم شخص عنده القدرات الرهيبة دي، وبلادنا معناها هشة للدرجة هذه. معناها تونس وما أدراك 3000 سنة حضارة، واللي عندها مؤسسات وعندها أجهزة وعندها مجتمع مدني وعندها إعلام وعندها مواطنين. كيف شخص يعمل تصريح ما يعجبناش ما نرد عليه التصريح، وبين قوسين التصريح هذا بالذات اللي فيه نصف العبارة اللي ذكرتها سيادتك سي حسين، على قدر أهل العزم تأتي العزاء متنبي. أي نعم، هي ما موجودة هذا في التصريح اللي قام به الأستاذ نور الدين البحيري، وهذا أثار جدلا والله بغض النظر على تفاصيله، ولكن جدل من مستوى راقي ما بين الدكتور سليم اللغماني والباحث المعروف سامي ابراهيم، وكان ثم تفاعلات. نعم. وشنو معناها فرض عين والى غير ذلك. علاش ندخلوا القضاء في الظروف المسترابه هذه اللي ثم سلطه سياسيه متقلقه من معارضيها السياسيين؟ نعم.